الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين. لكم سعادتي من الأولين والآخرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، عليك يا غريب كربلاء وعلى أختك الحوراء زينب وعلى أمك الطاهرة فاطمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا، والله من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. يا خليلي يا خليلي، احبس الجرد المهارا وابكي يا دارا عليها الدهر جارا، وربوعا أقفرت من أهلها فغدا من بعدهم قفرا برارا. حكم الدهر على تلك الربا فانمحى والدهر لا يرعى ذمارا. كيف يرجى السلم من دهر على آل بيت الواحي قد شنى المغارة. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى إلى القوم مرارا. كابدا بعد أبيها المصطفى قصصا لو مست الطود لما تراهم أدركوا من أحمد.
بعده في آله الأطهار غصبوها حقها جهرا ومن عجب ومن عجب أن تظلم الزهراء إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا ما شاء الله لو أن بكت بضعة المختار أياما قصارا عم من سعى ظلمها من راعها ما إن على فاطمة الزهراء جارا وعليها هجم القوم ولم تكن لاثت لا وعليها أنساها يا ويا لهفي لها وين ما الذي جرى إلى أين يأخذنا الشاعر لست أنساها يا ويا لهفي لها إذ وراء الباب لا أذت كي توارى يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة إذ وراء الباب لاذتك توارى لا تسلي لا تسلني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب 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 عنها والجدار واسألن أعتابها عن محسن كيف فيها دمه راح جبارا يا جبارا يا واسألا لؤلؤ قرطيها لمن تثرت عمي والعين لم تشكو احمرارا يا المسمار موتور لها
فغدا في صدرها يطلب ثار. تقل يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر، والله يلباب يلباب ذهيل وما بقى الافكار، يلباب يلباب نشدج وين محسن سقط، يلباب يلباب ان يوم العصر والزهرة الزكية، يوم العصر والزهرة إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. من الحكمة الإلهية أن يجعل القرآن الكريم على هذه القاعدة التي بينها القرآن، أن القرآن نزل على ضربين، على آيات محكمات هن أم الكتاب. الأم الآن نأتي إلى بعض معانيها واستعمالاتها عند العرب، يعني كيف استعملت وفيما استعملت. وأخر متشابهات، طبعا القرآن يكمل يقول وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآن نأتي إلى هذا المعنى. لكن تسألني لماذا جعل الله في القرآن الكريم آيات متشابهات، لماذا لم يكن القرآن كله آيات محكمات؟ أقول لك، إحكام القرآن يقتضي أن يكون فيه آيات متشابهات وآيات محكمات. يعني من إحكام القرآن أن يبنى هذا البناء. لماذا؟ لأن القرآن الكريم بالتالي قانون لدار الدنيا وليس لدار الآخرة، يعني القرآن هو دستور دار الدنيا، والدنيا كما تعلم هي دار امتحان. فمقتضى الحكمة في ترتيب الامتحان ومستلزمات الامتحان في الدنيا أن يبنى القرآن على هذه القواعد. كما مثلا تتصور ابتلاء المؤمن، نحن كيف نتصور أن المؤمن مبتلى، والحال أن المؤمن هو المقرب إلى الله وهو المحبوب عند الله عز وجل، وأن الله يحب المؤمن ويحب المؤمنين، والمؤمن يتبادل حبه مع الله، الله يحبه وهو يحب الله، فليش يبتليه؟ يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو من أحب عباد الله إلى الله عز وجل، حتى بصريح لسان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم معركة خيبر النبي قال لهم عن علي، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، صح، كرارا غير فرار لن يرجع حتى يفتح الله على يده.
رغم ذلك نجد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ابتلي ابتلاءات جمة في تاريخه، وهو يذكرها في بعض كلماته في نهج البلاغة: أما والله لقد تقمسها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت أو سدلت دونها ثوبا وطويت دونها كشحا، وتفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، ويكدح مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، وتمثل بقول الأعشى: شتان ما يومي على كورها ويوم حيان أخي جابري. إذن أي بلاء بعد بلاء أمير المؤمنين؟ وأي بلاء أعظم من بلاء أمير المؤمنين وهو محبوب إلى الله عز وجل، والنبي يشهد يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. إذن كما قاعدة الحب والابتلاء، كذلك قاعدة إحكام القرآن بأن جعل فيه محكم وجعل فيه متشابه، هذا قانون لدار الدنيا، لأن دار الدنيا هي دار امتحان. الإمام علي يقول: الدنيا ممر وليست مستقر. هاي الدنيا هكذا، الذي يطمع بالدنيا وبحطام الدنيا ويتصور أنه يعيش مخلد في هذه الدنيا، فليطلع على التاريخ وليعتبر أين الذين عمروا الأرض أكثر مما عمروها. سامع إمامك زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بأصعب الظروف بالشام وهو أسير مع السبايا أمام يزيد بن معاوية، فسح له المجال أن يعتلي منبرا، يقول الراوي: خطب خطبة أوجل منها القلوب وأبكى منها العيون، صعد المنبر قال: أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأبعد منكم آثارا وأشد بأسا وقوة وجنانا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وبدل محاسنهم، أيها الناس وكأني بكم قد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فاحفظوا ما بقي من أعماركم واملؤوها بصالح الأعمال. إذا كانت هذه الصورة عن حقيقة الدنيا، إذن الدنيا فانية. أبو العلاء المعري يقول: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك أو ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، صاح: هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، ودفين على بقايا دفين ضاحك من تزاحم الأضداد، رب قبر قد صار قبرها، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. إذن الإنسان لا يستقر في هذه الحياة الدنيا، ينتقل إلى حياة أخرى، هي تلك الحياة الأبدية، تلك الحياة التي وعد الله بها العباد، تلك الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، تلك الجنات التي عرضها السماوات والأراضين، هناك الحياة الخالدة. هاي الدنيا هي دار امتحان، فمقع
مقتضى دار الامتحان، يعني مقتضى دار الامتحان أن يكون هناك أحكام في كل شيء. من بين الإحكامات الإلهية إحكام القرآن بأن جعل فيه محكم ومتشابه. الإمام الصادق عليه السلام يسألونه عن هذه المعضلة، يقولون له: يا ابن رسول الله، كيف نتعامل مع الآيات المتشابهات؟ الإمام الصادق جعل قاعدة، قال: احملوا ما تشابه على ما أحكم، بعد كافي. نعطي مثل على سبيل المثال حتى يتضح للإخوة والشباب ما معنى الآيات المتشابهات في القرآن وما معنى الآيات المحكمات. الآيات المحكمات التي لا يمكن أن يحتار بها الإنسان، بعد قاعدة عامة محكمة ثابتة لا تتغير. المتشابهات هي التي يشتبه تأويلها، يعني تفسيرها وتأويلها على الناس. مثلا على سبيل المثال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هاي تتكلم عن يوم القيامة. يقول: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة، من الجمال، من نظر الوجوه، يعني الجمال والبهاء، لأن المؤمن له بهاء وله جمال وله غيبة على ساحة المحشر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية إذا قرأتها تقول يعني هذه الوجوه يوم القيامة تنظر إلى الله، ترى الله عز وجل. أصلا هل الله يرى سبحانه وتعالى؟ هل يمكن للعين أن تدرك الله عز وجل إن كان في الدنيا أو على ساحة المحشر أو في الجنة؟ هل يمكن؟ احمل هذه القاعدة والعقيدة في قلبك، لا يمكن أن يرى الله بالعين، وذلك ليس لعدم ظهوره، فهو ظاهر في كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن لا يمكن أن يرى لأنه لا يحد بمكان ولا بزمان، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. أمير المؤمنين علي عليه السلام له خطبة في نهج البلاغة من أروع الكلام، وكل كلامه رائع، ولكن اسمعوا كلام إمامكم أمير المؤمنين يوم خطب هذه الكلمات، هذه الخطبة هنا في الكوفة، كان يتكلم بهذا الكلام أمير المؤمنين. يقول: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. اسمع هذا الكلام: حتى مهما قال القائلون والعلماء وحاولوا أن يبلغوا مدحة رب العالمين، يقول: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الحمد لله الذي ليس لصفاته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا أمد ممدود، ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، اسمعوها جيدا شباب أحبة، أول الدين معرفته، وكمال معرفته الإخلاص التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده نفي الصفات الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنها غير الصفة. اسمع التوحيد في مدرسة أهل البيت، الذين عرفوا أبعاد التوحيد وأسسوا أسس التوحيد وعلموا الناس التوحيد. وما عليك بالنداءات المقيتة التي تأتيك من أمكنة ما في هذه الجزيرة العربية تتهمك بالشرك. هؤلاء عقولهم لا تستوعب عظمة توحيد أهل البيت، لذا يتهمونك بالشرك. وإلا لو استوعبوا عظمة التوحيد لكانوا انحنوا أمام عظمة أهل البيت. اقرأ كلام أهل البيت في التوحيد وفي تنزيه الله، لكن هؤلاء عقولهم ضيقة. إذا جئت إلى قبر عزيز لك يقول: أنت تشرك تعبد الحجر. إذا جئت إلى قبر الحسين
يتهمك أنك مشرك لأنك تعبد حجر، وهو لا يدرك أنك تزور الحسين لأنه ولي الله الأعظم في الأرض، وأن الله أمرك أن تبتغي الوسيلة. الله أمرك وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابحثوا عن الوسيلة التي تقربكم التي تقربكم من الله سبحانه وتعالى وإلى الله. وهؤلاء هم أبواب الله الذين منه يؤتى، الذي منه يؤتى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يدركون بعد التوحيد. شوف الإمام علي ماذا يقول، يقول: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنها غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنا. تأمل في الكلام جيدا واسمع الكلام بشكل جيد، وأعرني عقلك وذهنك وفكرك، وهي لحظات اسمع كلام سيدك ومولاك ومولانا أمير المؤمنين. يقول: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن عده ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى منه. موجود لا عن حدث، وقائم سبحانه وتعالى لا عمد يستند إليه. إذا كان هذه الصفات هي صفات التوحيد عند الله سبحانه وتعالى، في صفات الله عند أهل البيت عند علي بن أبي طالب، فإذا يؤسسك أساسا توحيديا متينا. هل عند ذلك تشتبه في أنك تراه في مكان من الأمكنة؟ لا يمكن. إذن هاي آية متشابهة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا التشابه كيف يمكن أن يكون الإحكام؟ كيف نحمل المتشابه على المحكم؟ نأتي إلى آية في كتاب الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بعد هاي آية محكمة: لا تدركه، نفي، لا تدركه الأبصار. مثل ما قال لموسى عندما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني. وهي بلاغة القرآن، لأن لن باللغة العربية نفي للتأبيد، يعني نفي مؤبد. لن تراني، لا يمكن لهذا التأبيد أن ينفك وأن ينحل أبدا. قال: إنك لن تراني. وشوف التشابه بعدها مباشرة، يعني هاي آية محكمة يقول: لإنك لن تراني. إجت الآية المتشابهة بعدها فورا: ولكن انظر إلى الجبل، يقول لموسى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب هاي لن تراني تأبيد، بعدين يقول له فسوف تراني. كيف يعني فسوف تراني هنا؟ مع العلم هناك لن تراني. لاحظوا الدقة حتى تكون من الشباب المثقفين، إذا وصلت إلى مكان أو ناقشت أحدا تكون على بينة ومعرفة بأسس كتابك وأسس قرآنك وأسس دينك. وهذه المعاني يحتاجها شبابنا خصوصا في النقاش والحوار بالجامعات وأمثالها. فإذا يقول هنا لن تراني، وبنفس الآية يقول له فإذا استقر مكانه انظر إلى الجبل، إذا استقر مكانه فسوف تراني. ما معنى سوف تراني؟ وما معنى التأبيد بلن تراني؟ هاي محكمة لن تراني إحكام، يعني لا يمكن أن يرى الله عز وجل. سوف تراني فيها تشابه لا بد من تأويلها بحسب حملها على المحكم. فكيف نؤول هذه الآية؟ نؤولها سوف تراني أنه سوف ترى قدرتي. انظر إلى الجبل، راح أريك قدرتي، كيف عظمت قدرتي التي أصلا ما رأيتها في حياتك. فلما نظر موسى إلى الجبل تجلت قدرة الله على الجبل. فلما تجلى ربه، يعني قدرة ربه على الجبل، فخر موسى صعقا سلام الله عليه. ما تحمل عظمة التجلي للقدرة الإلهية. يمكن الله زاد منسوب القدرة بحسب الإنسان. فإذا هذا معنى المتشابه وهذا معنى المحكم.
مثل قصة نبي الله يوسف عليه السلام لما سدت الأبواب وهيأت نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، صح؟ هاي الآية القرآنية. فماذا صنع يوسف عليه السلام؟ فأهمت به وهم بها، همت به وهم بها. هاي آيات محكمة ومتشابهة. همت به دعته لنفسها، هم بها أراد أن يضربها وأن يبعدها وأن يؤدبها، لولا أن رأى برهان ربه أنه لا تضربها، لأن إذا ضربتها كل الحق راح ينعكس وينقلب عليك، والله يهيئ لك الأسباب. فلما ألفيا سيدها عند الباب، الله سبحانه وتعالى سدد عبده يوسف ونبيه يوسف. إذ أنطق الله شاهدا من أهلها وشهد شاهد من أهلها، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. سبحان الله. فلما رأى قميصه قد من دبر التفت إليها وقال إن هذا من كيدكن، إن كيدكن عظيم. إذن التسديد الإلهي يأتي هنا، هذا معنى المحكم ومعنى المتشابه. كما تأتيك أحاديث أحيانا تحتاج أن تؤولها لأنها تقع في موطن الامتحان أيضا، مو هذه الدنيا هكذا مسيرتها. فاطمة الزهراء عليها السلام، ها أيضا الآيات المحكمات، قبل أن أتي إلى قضية الزهراء، الآيات المحكمات يقول القرآن الكريم هن أم الكتاب. الأم ماذا تعني؟ قلت لكم بالبداية لابد أن نتكلم عن معنى الأم في اللغة وبكلام العرب وين وردت. الأم بالأصل ليس هذا المعنى الذي نعرفه عن أمهاتنا. احنا نعرف الأمهات نقول عنها أم، هو بالأصل ليس هذا المعنى، هذا اللفظ لهذا المعنى. يعني هذا اللفظ أم لم يأتي إلى هذا المعنى، إلى المرأة التي عندها أولاد، لا، إنما استعملت كمصداق بارز وحقيقي، لأن الامرأة هي التي تأم أولادها وتحمي أولادها، سميت بالأم. وإلا معنى الأم في اللغة العربية مأخوذة من الأساس ومن الأصل ومن الانبثاق، هاي الأم. يقول القرآن الكريم للنبي لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى يعني أساس القرى، يعني مكة. مكة اسمها أم القرى، مكة في الروايات في الأسماء القديمة من أسمائها أم القرى، لأن أول قرية وجدت وأول بيت وضع للناس للذي ببكة، فمكة هي أم القرى، ولذا أهل مكة عرفوا بالمكيين وبالأميين. والآن صار واضح، أتصور لما تقرأ النبي الأمي، حتى ما يأخذك واحد وقل لك الأمي يعني الجاهل والعياذ بالله، الأمي يعني المكي، كما تقول أهل مكة يقال لهم مكيون ويقال لهم أميون، ولذا القرآن الكريم استعملها، هو الذي بعث في الأميين يعني أهل أم القرى، كما نقول مثلا جاء فلان إلى العراقيين، أو جاء فلان إلى السوريين أو إلى الكذا، هاي نسبة نسبة هكذا، أو الكوفيين أو النجفيين أو الكربلائيين أو يعني هاي نسبة هكذا. يقال أهل مكة يقال لهم المكيون ويقال لهم الأميون، لأن مكة اسمها مكة واسمها أم القرى. فلما تقرأ النبي الأمي لا يروح ذهنك أنه أمي يعني جاهل والعياذ بالله، حاشا. إجا واحد للإمام الصادق عليه السلام يقول لسيدي، كما ينقل صاحب علل الشرائع، يقول لسيدي ما معنى النبي الأمي؟ قال ماذا يقولون عندكم؟ قال سيدي يقولون أنه أمي يعني لا يعرف شيء، لا يعرف القراءة والكتابة والعلم. قال كذبوا والله، بل الإمام الصادق بالرواية يقول لعنهم الله، اقرأ الرواية في علل الشرائع، يقول بل لعنهم الله، كيف هو أمي جاهل كما تقولون ويدعون
والقرآن الكريم يقول يعلمهم. كيف الجاهل يعلم؟ يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم؟ كيف جاهل يعلمهم؟ إذن معنى الأمي هكذا. فمكة استعملت اسمها أم القرى، يقول القرآن لتنذر أم القرى، فمكة أم القرى، فالأم يعني الأصل والأساس. لاحظ القرآن الكريم يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أساس الكتاب، يعني أي موضع من مواضع الكتاب صار عندك شبهة عندك آيات أساس ركيزة ترتكز إليها. إجا واحد للإمام الصادق قال سيدي يا ابن رسول الله، سيدي يا ابن رسول الله، تردنا أحاديث عن جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن لا ندري أكاذبة أم صادقة، يعني هؤلاء اللي جابوا لنا الأحاديث هؤلاء وضاعة كذابة على رسول الله أم لا صادقين؟ ما نعرف. واحد يجي يقول قال رسول الله، خصوصا أن الزمن بعد النبي صار عندنا معضلة اسمها معضلة منع تدوين الحديث، وهي ترى حقبة من أصعب الحقب التي مرت، أن الخلافة التي إجت بعد النبي منعت تدوين كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هاي جريمة من الجرائم الكبرى مع الأسف، والمسلمون اليوم بجميع طوائفهم يهتمون بالحديث، لكن ولا واحد يعترض آنذاك يقول ليش الخلفاء منعوا تدوين حديث رسول الله. حتى ابن عباس يقول كنا إذا قلنا قال رسول الله نعاقب ونمنع، ممنوع في محضر الخليفة ولا في أي مكان. وأكثر من ذلك جمعت أحاديث رسول الله من البيوت، يعني اللي كاتب له حديث عن النبي على كتف شات على جلد على ورقة طلب منه، فجاء الناس بأحاديث رسول الله جمعت وأحرقت بالمدينة في ساحة المدينة. يابا بأي حجة أحرقت أحاديث رسول الله؟ بحجة أنهم يخافون أن يختلط القرآن بالحديث. ومن قال لك يختلط القرآن بالحديث؟ اليوم آلاف الأحاديث والقرآن موجود، ما يشتبه على أحد بين الآية والحديث، خصوصا أن هناك حفظ للقرآن الكريم، وأن هناك أهل بيت النبي المعصومون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا هم الضمانة. والنبي قال أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فكيف تمنعون تدوين حديث رسول الله؟ ممنوع. ممنوع واحد يقول قال رسول الله، تدري لماذا؟ لأن هذا فرع على أصل. الأصل يوم كان النبي يعاني سكرات الموت واصطنعوا خلافا مزيفا بين يدي رسول الله. ولما أقول خلافا مزيفا أعني ما أقول، يعني بالأصل لا يوجد خلاف. اقرأوا هذا المعنى وين؟ في صحيح البخاري، في فضائل الصحابة، في باب قول المريض قوموا عني، بالله عليكم هناك موجود هذا الحديث. النبي يعبر عنها ابن عباس رزية الخميس، يقول رزية، هاي هي الرزية الكبرى، الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين الكتاب، وإلا اختلقوا اختلاف. وإلا النبي قبل شهرين بغدير خم وقف أمام الناس أو ثلاثة أشهر ورفع يد علي وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. وجاءت الأمة كلها تبايع علي بن أبي طالب، 100,000 حضروا حديث الغدير أو يوم الغدير أو حادثة الغدير وبايعوا عليا، وصوت أصحابهم بالبخاري إلى يومك هذا موجود. بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولانا ومولى كل مسلم ومسلمة. هذا بيوم الغدير.
هنا النبي بعد كم شهر يعالج سكرات الموت اصطنعوا خلافا بين يدي رسول الله. النبي مسجى على الأرض يحتضر وهو روحه تخرج من بدنه وهم يتهامسون اصطناعا عند رسول الله. إذا مات النبي من الخليفة؟ يا بم النبي نصب لكم علي بن أبي طالب خليفة بغدير خم، ما هذا الذي تصنعون؟ لماذا تحاولون تشويش الأمة والانقلاب على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا المعنى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الله أكبر. ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والحمد لله بعد 1400 سنة لم ينطفئ صوت الحق، بقي نور الله في الأرض، بقي الشعاع الأصيل في الأرض في نهج خط أهل البيت. واليوم بحمد الله هذه أيام فاطمة الزهراء، أيام المظلومية الكبرى، تعقد المجالس في كل مكان في بقاع العالم، من أمريكا إلى أوروبا إلى أفريقيا إلى آسيا إلى كل دول العالم، تجد منبرا منصوبا لفاطمة الزهراء يحمل عناوين الحق ويحمل مظلومية رسول الله ويحمل مظلومية أمير المؤمنين ويحيي مظلومية الحسين ويذكر الناس بوجود صاحب الثأر الأكبر، صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإذا اختلقوا اختلاف قالوا من الخليفة بعد رسول الله، النبي مباشرة قال آتوني بكتف ودوات لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا، فخافوا من تثبيت رسول الله لذلك الأمر بالكتاب، فصاح صائحهم دعوه إن الرجل ليهجر. أقول هاي العبارة ينقلها صحيح البخاري بباب فضائل الصحابة، مو عيب أيتها الأمة الإسلامية؟ أليس معيبا بحقنا أن نجعل كلمة رجل يتهم رسول الله بالهجر، يعني هجران العقل، يعني يتهمه بالجنون، والقرآن الكريم يقول وما صاحبكم بمجنون، تتهمون رسول الله بالجنون حتى تنسف الرسالة الإسلامية وتخلوها في باب فضائل الصحابة؟ وين في صحيح البخاري الذي تتفاخرون به على الملأ أنه أصح الكتب؟ أين عقول علماء المسلمين؟ إسا من غير الشيعة، ما أقول انسى علماء الشيعة، أخاطب علماء المسلمين على الأقل، أليس معيبا بحق الأمة الإسلامية أن يكون هناك من يتهم رسول الله في آخر عمره بالجنون؟ ليش؟ لأنه أراد أن يكتب كتابا لن تضل الأمة بعده أبدا. وهل أجمل من وضوح الهداية؟ ولكن عرفوا. لذا ابن عباس يقول الرزية كل الرزية، ما رزية الخميس ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب الكتاب، فهذا الكتاب منعوه، والأحاديث التي وردت عن رسول الله جمعوها وأحرقوها، فلم يبقى حديث بيد الناس أبدا إلا ما حفظ في الصدور. ولذا لما فسح المجال بتأويل بالرواية عن رسول الله صار كثير من الناس يكذبون، اجوا إلى الإمام الصادق. حتى نرجع للقاعدة، اجى واحد سأل الإمام الصادق قال سيدي يا ابن رسول الله تردنا أحاديث عن جدكم رسول الله، فما ندري كاذبة أم صادقة؟ ما نعرف هؤلاء كذابة على رسول الله أم هؤلاء صدق، أم هناك أحاديث صادقة وأحاديث كذب؟ الإمام الصادق قال لهم كل ما يرد عن رسول الله أول مرحلة خذوه، يعني أي واحد جاء وقال لكم قال رسول الله خذوه، أول شيء، مو خذوه واعملوا به، لا، أول شيء خذوه، لأن لا يجوز رفض الحديث هكذا بدون بينة، خذوه. يقول واعرضوه على القرآن، خذوه واعرضوه على القرآن، إذا وافق القرآن، يعني وافق المحكمات من آيات الله، فهذا كلامنا.
هذا حديث جدي رسول الله، لأن جدي والقرآن لن يفترقا كما نحن والقرآن. ما وافق القرآن فخذوه، وما خالف القرآن حتى لو قال قائله قال رسول الله، يقول اضربوا به عرض الحائط. لا قيمة لحديث يخالف القرآن. هاي وين جرت أيها الأحبة؟ ما أطيل عليكم. هاي وين جرت؟ جرت لما خرجت فاطمة الزهراء عليها السلام تطالب بإرثها فدك من رسول الله، تطالب أبا بكر والمهاجرين والأنصار، وخرجت إلى مجلسهم ونيطت دونها ملاءة وخطبت خطبة من أروع كلامها بأبي وأمي إلى آخر مفصل بالكلام. لما بينت حقها قال لها أبو بكر: يا بنت رسول الله، مالي وما أمتلك فداء لك، خذي كل شيء عندي، ولكن ما أستطيع أن أعطيك فدك. قالت: ولما وهي حق لي؟ قال: لأني سمعت أباك رسول الله. اسمع اسمع، شوف وين الاستعمال. لأني سمعت أباك رسول الله يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة. هنا الزهراء وقفت، استعملت هاي القواعد. هاي القواعد كانت عمليا بيد الزهراء الآن. نظرت قالت له، هي من وراء الستار ترى، هي مو واجهة له وجها لوجه، لا، فاطمة الزهراء بالرواية نيطت دونها ملاءة، يعني وضع ستار بينها وبينهم. فهو يقلها: يا بنت رسول الله، ما أستطيع أن أرد لك فدك، هذه فدك حق للأمة الإسلامية، لأنها هذه ما أفاء عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه حق للنبي، والنبي ما تركه صدق للمسلمين، والأمة الإسلامية بحاجة الأموال. وهاي مقاطعة، يعني احنا مو نتكلم عن قطعة أرض مثلا 100 متر أو 200 متر أو كذا، نتاجها السنوي كان 700,000 دينار، يعني ميزانية الدولة، يعني مقاطعات مزروعة من النخيل والتمر وفيها عمال للزهراء، عمال بالمئات، أخرجوا العمال منها وأخذوها سيطروا عليها. يقولها: هاي الأرض ما نستطيع أن نعيدها إليك، لأنها هذه حق للمسلمين، لأني سمعت أباك رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وريدي يعمي على أنظار الأمة: يا بنت رسول الله، ما لي إلك فدوة، ولكن الأرض ما أستطيع، لأني سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الزهراء تقول له: يا ابن أبي قحافة، ما أعجبك؟ أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ أنت تتصور أبويا يأتي بحديث يخالف القرآن الكريم؟ أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ وهي تقول: يا ابن أبي قحافة، أم تقولون أنه لا حظوة لي من أبي؟ ألم يقل الله وللذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ ألست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم ما اقتص الله من خبر يحيى بن زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب؟ إذا طبقت الزهراء الأحاديث على الآيات المحكمات وقالت: ما تقوله عن رسول الله كذب وافتراء، حاشا لأبي أن يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لأن القرآن يقول وورث سليمان داود، ويتكلم عن يحيى وزكريا، ويتكلم عن الميراث. فهدمت له كل المباني التي جاء بها ووضعها عن رسول الله. فهاي القواعد احملوها من مدرسة الزهراء فاطمة سلام الله عليها، التي خطبت وعادت إلى الدار، وكما قلنا وأمير المؤمنين ينتظر طلعتها إليه ووفودها عليه. وكانت فاطمة الزهراء بعد علتها قضت أيامها مريضة عليلة بعد أبيها رسول الله، في كل لحظة تبكي على أبيها، ما يذكرها شيء بأبيها إلا وبكت وأنت، بل هي تطلب ما يذكرها بأبيها رسول الله، حتى ضج أهل المدينة لبكائها، جاءوا إلى علي وقالوا: يا علي،
فلتبكي فاطمة بالليل وتسكت بالنهار، أو تبكي بالنهار وتسكت بالليل. ولما أخبر فاطمة قالت: لا والله لن أهدأ ليلا ولا نهارا، أبكي على أبي دائما. وتأتي إلى قبر أبيها تخاطبه، تقول: لقد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها. الله أكبر. وتأتي إلى بيت الأحزان الذي بناه لها أمير المؤمنين، تبث حزنها وشكواها إلى أن هدموا ذلك البيت، فتأتي إلى ظل شجرة تنوح تحتها، فجاءوا إلى تلك الشجرة وقطعوها، يقول: قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها يا